السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يوسف زيدان، وإن شاء الله هبدأ أنزل صفقات يوميا. تمام، كل ما هو عليك إنك تتابع قناة التليجرام، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. بالنسبة لليوتيوب وبالنسبة للتيك توك هسيب لك اللينك بتاعها في البايو. تمام، وأول عملية أو أول صفقة هندخلها هعرفك إزاي تدخل الصفقة دي بالظبط، حرفيا هعرفك إزاي تدخل الصفقة. تمام، وتحط امرك كله. تمام، طبعا لما تشرفنا ان شاء الله على قناة التليجرام. تمام، الصفقة بتبقى بالنوع دوت. طيب، اول الصفقة بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. صفقة سريعة. تمام، باي يعني شراء. تمام، العملة اسمها اليسا على USDT. تمام، اول حاجة هروح على المنصة. تمام، بالنسبة للسبوت هتبحث هنا من على اسم العملة الأول. تمام، أليسا. أتأكد إن هي على USDT. تمام، وأول حاجة هتعملها هتغير الليميت. تمام، وتخليها ستوب ليميت. تمام كده. طيب، انا دايما بفضل ان انا بشتغل، او ان انا دايما بشتغل يعني على الفيوتشر، فهنفذ الشرح على الفيوتشر، وهو برضك هو على السبوت، مش هتفرق يعني، هما الاتنين زي بعض. تمام، ولكن هي بتفرق لما بنزل صفقة مثلا بيع، فطبعا السبوت زي ما انتوا فاهمين ما فيهوش ايه مكسب على البيع، هو السبوت مكسبه في الشراء بس، في الصعود بس، لكن في النزول ما فيهوش ايه ربح او مكسب، لكن الفيوتشر في الصعود وفي النزول. تمام، في طبعا انا هشرح زي ما اتفقنا على الفيوتشر. طيب، الصفقة هنا بتقول انك هتشتري عملة اليسا على USDT. تمام، اوردر شراء معلق سبوت وصالحة للفيوتشر لا تزيد عن اكس 10. تمام، ادخل اول حاجة اعدل الاول الرفعة المالية اللي انا بستخدمها. تمام، واخليها اكس 10 زي ما هي، زي ما حضرتكم شايفين كده. تمام، تاني حاجة بغير الليميت واخليها ستوب ليميت. تمام، طيب هتشتري على سعر كام؟ ده اوردر شراء معلق طبعا. تمام، يعني مش هنشتري دلوقتي، السعر العملة وصلت للسعر دوت. تمام، ما وصلتش خلاص. تمام، السعر اللي انا هشتري بيه هو بيقول لك بيندنج باي، يعني شراء معلق ات 4.37. تمام، يبقى انا ادخل هنا في الستوب اكتب 4.37، وفي السعر هنا برضك هتخليها 4.37، مفيش مشكلة عادي يعني. تمام، في الاماونت الكمية بتحدد الكمية زي ما انت عايز، تشتري 25% من الرصيد اللي معاك، او مثلا هتشتري 5% زي حضرتك ما انت حابب يعني تشتري. تمام، طيب الاهداف وانا حاطط هنا اسف، حاطط هنا 3 اهداف. تمام، الهدف الاول على 4.40، والهدف التاني على 4.45، والهدف التالت على 4.56. تمام، فانا اول الصفقة ما تتفعل معايا. تمام، او انت ممكن مثلا تحدد من هنا الاول على التيك بروفيت، تضغط على التيك بروفيت وتكتب مثلا على 4.45. تمام، وفي هنا الستوب لوز هتكتب هنا سعر الستوب لوز على 4.13. تمام، تكتب هنا 4.13. يبقى الاوردر لو اتفعل اول ما تجيب الـ4.45 هتبيع اللي معاك. تمام، طيب ضربت الستوب لوز اول ما تجيب الـ4.13، يبقى كده ضربت الستوب لوز وكده خرجت على خسارة. تمام، لو اتفعلت يعني ورجعت للـ4.13 سنت. تمام كده. تمام، طب انتش حابب كده مفيش مشكلة، اول ما الاوردر يتنفذ معاك. تمام، ما تحطش اهدتك بروفيت ولا ستوب لوز، بس اول الاوردر متفاعل معاك ووصل للهدف الاول اللي هو 4.40 سنت. تمام، اقوم بيع مثلا كمية وليكن مثلا 50%. تمام،
على كده، وارفع الستوب لوس واخلي الستوب لوس على سعر دخولي. طيب جابت الهدف التاني، هبيع مثلا كمان ايه 30%، تمام، وارفع الستوب لوس على الهدف الاول. جابت الهدف التالت، ابيع 20% الباقيين، تمام، وارفع الستوب لوس على الهدف التاني. ولو انت يعني عايز تكمل معايا للاخر، لو في صعود بزيادة وحاسس ان في صعود بزيادة بس كده، هو ده طريقة يعني لما انا بشتغل، انا حرفيا بشتغل وبحط الهدف التاني دايما دايما على طول في التيك بروفيت. هنا على 4 45 دي بحط الهدف التاني، لان ببقى في الامان شوية. بس اللي طماع وحاسس ان هو يعني في زيادة او في صعود اكتر، تمام، ممكن اشتغل بالطريقة اللي انا قلتها دي. ايه هي الطريقة؟ بأول الصفقة تتفعل معاك، بتيجي هي جابت الصفقة، جابت الهدف الأول، تمام، بتقوم انت رافع بيع مثلا كمية وليكن 50% من الإجمالي اللي انت شاريه، ورافع الستوب لوز على ايه، على الهدف اللي على سعر الدخول، تمام. جابت الهدف التاني، هقوم رافع بايع برضو كمية واقوم رافع الستوب لوس على الهدف الاول. جابت الهدف التالت، اقوم بايع برضو الكمية الباقية او مثلا نص الكمية اللي باقية، واقوم رافع سعر الستوب لوس على الهدف التاني، واكمل معاها للاخر ادام هي في صعود. وهي لو ارتدت عليك فانت حاطط الايه الستوب لوس، مرحل الستوب لوس معاك طول ما هي بتصعد، تمام كده. هو ده الشرح ببساطة. اهم حاجة لو ان شاء الله يعني الصفقة نجحت معانا، تمام، ان شاء الله هتنجح معانا يعني، بس هي توصل للسعر دون. اهم حاجة يا ريت تشرفني بلايك وسبسكرايب للقناة، ده الدعم الوحيد. ويا ريت لو تشرفني على قناة التليجرام، بيها كل ما يخص العملات الرقمية، من اخبار العملات الرقمية الحصرية، توصيات سوينج، عملات يعني نتكلم على عملات انها كويسة للاستثمار المدى البعيد، تمام، صفقات مضاربة. انا معظم شغلي بيبقى مضاربة بصراحة، لان السوق دلوقتي متذبذب، ما ينفعش اللي هو للتخزين او حتى السوينج، هو ينفع للمضاربة فقط، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.